نسمع كلام كويس ان شاء الله. خلينا اقول لحضراتكم الاخبار بتقول ايه. قمه مصريه المانيه في برلين، الرئيس السيسي يزور المانيا ويشارك في قمه القاره الافريقيه غدا. نائب رئيس الصيني النهارده صرح للرئيس السيسي الاصلاح الاقتصادي والاستقرار شجع الشركات الصينيه على العمل في مصر. نائب رئيس الصيني أيضا صرح النهاردة سأكون سفيرا للترويج للسياحة المصرية. مصر تقود التنمية في إفريقيا انطلاقا من قمة برلين. قضايا المنطقة والإرهاب واللاجئين في القمة السادسة بين السيسي وميركل. 6 مليار دولار حجم التبادل التجاري، 1.5 مليون سائح ألماني هذا العام. ده التصريحات دي أو الأرقام دي مطلعها الهيئة العامة للاستعلامات، مطلع هذا التقرير بمناسبة زيارة السيد الرئيس لألمانيا. القوات المسلحة تحبط تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود الغربية. وزير البترول صرح وبيقول، مهندس طارق الملا صرح النهاردة وبيقول أول مزايدة عالمية للبحث عن الغاز بالبحر الأحمر قبل نهاية العام الجاري. محافظ القاهرة صرح النهاردة سيادة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صرح وبيقول أنه هيتم الانتهاء قريبا من، شوفوا الرقم بقى، 14,152 وحدة لنقل سكان المناطق الخطرة. خليني أرحب على التليفون معايا المهندس خالد صديق، رئيس مدير صندوق تطوير العشوائية التابع لمجلس الوزراء. مهندس خالد مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم، اهلا بيك. خبر في غاية الأهمية، قريبا بنتكلم على امتى تقريبا هيتم الانتهاء من ال 14,152 وحدة لنقل سكان المناطق الخطرة؟ قريبا احنا في دلوقتي، احنا خلاص منتهيين فعلا. النهاردة كنت في جولة في المشروعات دي كلها، النهاردة كنت في الأسمرات و أسمرات ثلاثة، أيوة المحطة الأسمرات والمحروسة، وعندنا مشروع اهالينا برضو. دول فعلا 14,000 وحده اللي بتكلم عليهم اللي هو خالد. ايوه. يمكن عندنا في العاصمه 7,440 وحده. النهارده كنا فعلا بنلف عليهم، جاهزين تماما بنسبه 100%. تماما. في خلصوا تماما فعلا. هايل. وعندنا 4,900 وحده في المحروسه في مدينه السلام، محروسه 1 و2. أيوة. وعندنا في 1,200 وحده او 1,160 بالظبط وحده في مشروع اهالينا. هم دول فعلا 14,000 وحده جاهزين فعلا للافتتاح في اي لحظه. الاولويه لمين في الناس اللي هتسكن باشمهندس خالد؟ مين الناس اللي هتسكن في الاماكن دي؟ اللي هم الناس اللي ساكنين في المناطق العشوائيه اللي في الحصر عندنا. أيوة. اللي هم في كل واحد يعني، ما فيش هنا حاجه بالحجز او ب مهم قوي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده للتوضيح. لا لا، الناس تتاكد تماما، طالما انت ساكن في منطقه احنا حصرناها احنا ومحافظه، والمحافظه في اي محافظات طبعا 27 محافظه، انت موجود في الحصر ده وتمتلك الاوراق الثبوتيه لوجودك في المنطقه العشوائيه اللي احنا بنطور لها مشروع جديد او في نفس المكان، فانت فعلا هتحصل على شقتك كامله من كله. لسه الناس ما عرفتش يعني، لسه مين هيروح لسه ما تعرفش ولا لا تعرف؟ الناس معروفه في المحافظه، الحصر موجود في المحافظات، كل محافظه معروف اسماء الناس، لكن ما حدش عارف شقته فين في المشروع. هي دي اللي لسه الناس ما عرفتوش. يعني الناس اصلا بعد ما حضراتكم عملتوا الحصر في الاماكن اللي حضرتك قلت عليها اتبلغوا، ده اللي انا اقصده. معروفين ان هم، احنا عارفين ان احنا مثلا هنروح المشروع الفلاني. تمام. لكن انا شقتي فين في الدور الكام ده بقى، بيبقى بالقرعه بتتم عشان ما يبقاش فيه ساعتها حد يتدخل ويقول ده فلان اداله دور مميز او شقه مميزه او غير. لا حلوه الفكره دي. بالقرعه علشان ما حدش يقول لك انا كنت عايز التالت وانا اشمعنى فلان في الاول والجو ده. لا احنا بنستثني طبعا الادوار اللي في الدور الارضي او الاول، بنديهم لكبار السن والحالات المرضيه او الحالات العلاجيه او اللي ما يثبت معاه من حاجه تقول ان هو فعلا كده، لكن بعد كده بقيه الادوار بتبقى موجوده، بنقول قرعه بين الناس علشان ما يبقاش فيها خالص، يبقى الموضوع شفافيه تماما عشان ما حدش يفكر يقول اصل انا يا ريت حد يساعدني او انا عرفت وسط، عشان ما حدش يقول الكلمه دي. صحيح. تماما مقضي عليها. طيب. انا شخصيا ما اقدرش اتوسط لحد في انه يحصل على وحده سكنيه سواء خارج المناطق العشوائيه او في تعديل مكانه او في تغيير وحدته فيه. ايوه مرافق والاماكن اللي حضرتك قلتها، مستوى المرافق موجود هناك ايه والخدمات ايه؟ مش مهندس خالد يعني بص حضرتك،
يعني مشروع الأثمرات، الأثمرات مثلا المرحلة الثالثة في ملاعب، في منافذ بيع من جميع لجميع السلع اللي هتتم فيها، في حضانات، في مخبز فرن عيش بينتج 500,000 رغيف يوميا في كل رقم صغير الرقم ده. في كل منطقة من دول في مسجد وكنيسة، بس دول عشان بدأ فيهم متأخر، ان شاء الله كمان 3 شهور يبقوا جاهزين معانا ليهم، يعني المسجد 2500 مصلى للتشغيل. ايوه للتشغيل 2500 مصلي في المسجد ان شاء الله، و2000 زائر للكنيسه، فاثنين كبار، وان شاء الله الشكل المعماري ليهم حاجه رائعه جدا جدا. المشروع ارض وتسع ادوار، في 2 سلم و2 مصعد في كل عماره، يعني اللي احنا كل شويه بنطور نفسنا، بنجود. أيوه. ونشوف الافضل ايه. ايوه طيب، هسأل حضرتك سؤال طبقا للكلام اللي حضرتك قلته لي، انه احنا بنتكلم في 2 اسانسير في العمال في العمارة الواحدة لسكان العشوائيات اللي هيتم نقلهم في المناطق دي. تمام، هتضمن صيانة الحاجات دي ازاي؟ ما احنا بنتكلم بقى هنا على المرافق كلها. احنا كل مرافق احنا عندنا في اي مشروع بيتم يبقى في سنة ضمان اعمال بالنسبة للمشروع، بعد السنة دي احنا عندنا طبعا لازم موضوع لناس اتناقشت فيه وخلاص قضي بحثا. أيوة. اللي هو موضوع القيمه، مش هي مش قيمه ايجاريه، هي قيمه ماديه بيدفعها الاهالينا في المشاريع دي لاعمال الصيانه، لان احنا يعني تخيلي حضرتك عشان كده بسال حضرتك. ما انا عارف ان السؤال ده احنا لا اصل انا لما هلاقي نفسي انا لو الاسانسير ده باظ او السلم ده اتكسر، فلازم اعرف ان انا هدفع عليه فلوس. انا يعني الحكايه مش سايبه، يعني اقصد حفاظا على ان الناس اللي في التاسع والثامن ما يجيش عليها وقت تبقى مش قادره تطلع، لا نحافظ على الحاجه يا جماعه علشان تستمر فتره اطول. الحاجه دي لما هتبوظ، اي حاجه فيهم هتبوظ وهتتصلح، هتبقى على حسابكم. انا في مبادره بنعملها دلوقتي بالتعاون مع الحي الأثمرات في صندوق التطوير عشان بيتبناها، احنا عايزين نعمل زي مجلس انتخابي لمدينه الأثمرات من اهل الأثمرات. تمام، يعني كل عماره هيكون ليها رئيس اتحاد شاغلين، كل مجموعه هيبقى لها رئيس اتحاد للمجموعه دي، المشروع كله هم هيبقى هم اللي هيختاروه ده بالانتخاب، هم اللي هيختاروه بالانتخاب من نفسهم، غير ما يبقى في مجموعه زي مجلس كده، مجلس منهم وليه رئيس لهذا المجلس من الاهالي مديره عشان يناقشوا مطالبهم، وان احنا نتواصل مع الاهالي مع فرد كلهم. مع حد واحد بيتكلم باسمهم كلهم. مبادره احنا بنعملها وان شاء الله هيبقى منهم هم اللي يوصلوا صوتهم ونوصلهم اهتماماتنا بيهم ايه. فدي مبادره ان شاء الله هنعملها بحيث ان هم يحسوا زي ما نقول مثلا مجلس شعب مصغر. تمام، لمدينه الأثمرات. تمام، زي ما هو موجود في كل عماره كده. يبقى المنطقه كلها ليها مجلس منتخب منها. المنطقه كلها كل عماره لوحدها ولا كل عماره؟ العماره دي هيبقى كل المنطقه كلها بقى، يعني كل عماره هينتخب من مجموعه، كل عماره ومجموعات، يعني المجموعه دي في كذا عماره. أيوه. المجموعه دي هيبقى منتخب منها واحد. ايوه، منتخب من هذه المجموعات هينتخب منهم مجلس. تمام، وله رئيس لكل المدينه. تمام. إيه تكلفة كام للمشروعات دي يا باشمهندس خالد بعد اذنك؟ مشروع الاثمرات لوحده يعني احنا طول الوقت بنطالب انه الناس ولازم تعيش في مكان ادمي ولازم نبحث عن ده، لكن كمان بنغفل ان احنا نقول للناس المشروعات دي اتكلفت قد ايه على الدولة؟ اعتقد ده حق الناس برضو انها يعني واجب علينا ان احنا نعرف. لا حقهم يعني طبعا علشان يعني عارفين يبقى عارفين يعني عشان بس ما يتكلموش يقولوا ده احنا البلد بتنتظر ايه اللي يجي من العائد بتاع اللي هو الصيانه. ده مهم، يعني مشروع الاثمرات لوحده كانت اللي هو الثلاث مراحل وصلنا حوالي 4 مليار جنيه اولى وثانيه وثالثه، الثالثه لوحدها مليار جنيه، 4 مليار جنيه انشاءات. ولو حبيت احسب سعر الارض اللي هي حوالي تتجاوز ال 200 فدان مش هتقل عن 6 مليار جنيه في سعر الارض في المنطقه دي، ان نتكلم على مشروع لوحده ب 10 مليار جنيه الاثمرات بس. لو حسبنا يا فندم الاثمرات بس، الاثمرات بس 4 مليار مشروعات وسعر الارض لوحده 6 مليار، لكن احنا لو نيجي نحسب نقول احنا هنتكفل او الدوله هتصرف 17 ل 20 مليار على المشروعات ما بنحسبش فيها سعر الارض، لكن لو حبينا نحسب سعر الاراضي اللي عملناها المشروعات
هنتكلم في ارقام ثانيه خالص، لان كان ممكن الدوله تبيع الاراضي دي او يعني الحكومه تبيع الاراضي دي وتكسب فيها. يعني الناس بتغفل ان ده سعر فلوس صحيح مصروفه برضه. صحيح صحيح. وبقيه الوحدات في المناطق الاخرى تكلفتها القضيه كلها كنا رصدناها 17 مليار جنيه على مستوى الدوله، طبعا من غير سعر الاراضي. ايوه احنا صرفنا لغايه دلوقتي حوالي صرف منهم حوالي 14 مليار جنيه. واحنا ان شاء الله بنأمل ان احنا يعني بقيه المشروعات هنصرف عليها بقيه الفلوس الموجوده، بحيث ان احنا في نهايه 2018 احنا يعني عندنا حوالي 80% من مشروعاتنا كلها منتهيه والناس ساكنه فيها. ايوه انطلاق ال 20% الباقيين هيبقى ان شاء الله في منتصف 2019، عشان دي مشروعات يمكن الاهالي برضو كانت مثلا مشروع زي راس البر اللي هي الحته بتاعه شمال وجنوب السيارين، الناس خرجت لسه خارجين من حوالي شهر من الارض نفسها. فبدانا ننفذ المشروع، طبعا عشان ما حدش يخرج بالاكراه او الاجبار، فاحنا لما خرجوا بالتراضي بدانا ننفذ المشروع بدانا فعلا ننفذ فيه من الاسبوع اللي فات. ايوه في مشروعات ثانيه لسه داخله في الخريطه القوميه بدانا ننفذ فيها زي مدينه العمال في المنيا، فدي المشروعات اللي هي اتاخرت معانا في تنفيذها وليس ان احنا اتاخرنا عن الخطه. ايوه تمام. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا. وانس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات.